أكد متحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أن قرار الولايات المتحدة تجميد عشرات ملايين الدولارات المخصصة للوكالة سيؤدي إلى أسوأ أزمة تمويل للوكالة منذ تأسيسها. هذا ودانت الخارجية الفلسطينية قرار واشنطن مؤكدة أن هذا يكشف ملامح صفقة القرن التي تنوي الإدارة الأمريكية طرحها. وفي المقابل اعتبرت حركة حماس القرار الأمريكي أنه يأتي ضمن مخطط لتصفية القضية الفلسطينية. تزامنا مع ذلك وصل اليوم إلى إسرائيل مبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط جيسون غرينبلات للقاء المسؤولين الإسرائيليين والرباعية الدولية دون لقاء أي مسؤول فلسطيني. بعد اجتماع للمجلس المركزي قررت فيه القيادة الفلسطينية رفض خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في المنطقة وتكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تعليق الاعتراف بإسرائيل. جمدت الولايات المتحدة الأمريكية مبلغ 65 مليون دولار كان من المقرر تحويلها إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، ما رفضته الوكالة مطالبة بفصل القضايا السياسية عن الإنسانية. بالنسبة للأونروا أشعر بقلق بالغ وآمل بشدة أن تبقي الولايات المتحدة على تمويل الأونروا التي لها فيها حصة كبيرة. إن الأونروا ليست مؤسسة فلسطينية، إنما هي مؤسسة تابعة للأمم المتحدة أنشئت عام 48. وفي سياق متصل يصل اليوم المبعوث الأمريكي لعملية السلام في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات إلى المنطقة في زيارة تأتي بعد خطاب الرئيس الفلسطيني في اجتماع المجلس المركزي، والذي اعتبره البعض خطابا تهجم فيه عباس على من يقف وراء صفقة القرن الأمريكية. وبالتزامن مع زيارة غرينبلات رفض الجانب الفلسطيني القرار الأمريكي بوقف تمويل الأونروا، معتبرا أنه سيعمل على تعقيد عملية السلام في المنطقة. الولايات المتحدة الأمريكية بهذا القرار هي محاولة لتقويض وكالة الأونروا وإخراج قضية اللاجئين من مفاوضات الوضع النهائي، كما حاولت إخراج قضية القدس من مفاوضات الوضع النهائي. هذا الابتزاز هو يجب أن يكون حافزا للمؤسسات الدولية والحقوقية والإنسانية ودول المنطقة ودول العالم بمزيد من الدعم للشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية ورفض هذه السياسات الأمريكية الخطيرة. المبعوث الأمريكي لعملية السلام في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات سيلتقي بوزراء ومسؤولين في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في الوقت الذي لن يلتقي فيه مع أي مسؤول فلسطيني.